السلام عليكم. 3 أيام منذ إعلان البدء بعملية تحرير تعز، شهدت المدينة خلالها مواجهات عسكرية في جبهات مختلفة على تخوم المدينة. أعلن الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي تحرير مناطق جديدة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي انطلقت لاستكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل كلي. بالتوازي مع الأمال المعقودة على تحرير، ترتفع هواجس وتزداد شكوك حول عدم جدية التحالف والشرعية، وأن هذا الإعلان سيمضي كسابقه من وعود التحرير لتعز خلال السنوات الثلاث الماضية. غير أن هناك من يفرض للأمل هذه المرة مساحة أوسع من ذي قبل، خاصة بعدما تم تداوله من اشتراطات لمحافظ المحافظة قبل أن يؤدي القسم أمام الرئيس هادي، إذ كان شرط تحرير ما تبقى من المحافظة أول شروطه إضافة إلى دعم وإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ودعم الخدمات العاجلة والطارئة لإنقاذ المحافظة من الأوبئة والكوارث البيئية والاهتمام بالقطاع الصحي. أسئلة كثيرة أبرزها إمكانية التحرير دون أسلحة ثقيلة وكاسحة ألغام، وحين يتم اتخاذ خطوة التحرير ألا يفترض أن تكون جميع القطاعات على أهبة الاستعداد بما في ذلك القطاعات الخدمية خصوصا المستشفيات؟ مشاهدينا، سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في حلقة المساء اليمني اليوم مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي وليد البوكس، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور لك عزيزتي آسيا ولجميع المشاهدين لبرنامج المساء اليمني، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا بك أستاذ وليد، وقبل أن نبدأ نقاشنا حول ما يجري في تعز هذه الأيام، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إعلان محافظ تعز إطلاق عملية عسكرية للجيش الوطني بدعم من التحالف لتحرير المحافظة رهان قاس يخوضه المحافظ الذي جعل من تحرير محافظته أول ملف يقدم به نفسه كمحافظ للمحافظة. قيادة المحور من جهتها تقول إنه رغم الصعوبات البالغة إلا أن قوات الجيش الوطني تحرز تقدما كبيرا في شرق وغرب المدينة في اليوم الثالث من بدء المعركة للتحرير النهائي للمحافظة. العدو كثف من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وحماسهم ويعني طموحهم العالي للتحرير في أقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز. إذن 3 أيام تتواصل فيها العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني تسفر عن انتصارات على أكثر من جبهة لتنحسر الأرض من تحت أقدام الميليشيا وتتسع رقعة الأراضي المحررة شرق المدينة وغربها. قمنا يومنا هذا بهجمة، يومنا هذا 27 يناير 2018 وبإسناد من التحالف والضربات القوية انطلقنا بحمد الله تعالى من موقعنا في المديهين إلى في الجبهة الشرقية إلى موقع الميليشيات في أبعر العليا والسفلى. إعلان تحرير تعز سبقته وعود كثيرة لكنها لم تصدق رغم حديث الجميع شرعية وتحالف عن أهمية تحرير المحافظة. ظلت تعز خلال أكثر من 30 شهرا هدفا لصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات وطلقات القناصين المتمركزين على مرتفعات محيطة بالمدينة. طول أمد الحرب والحصار أدخل تعز في أتون صراع قوى سياسية وأجندات مختلفة ذات نفوذ عسكري في المدينة، ما خلق انقسامات واضحة في المدينة التي باتت اليوم بحاجة للتحرير أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يعزز الآمال بإعلان التحرير وما يصاحبه من مؤشرات الجدية هذه المرة، غير أن العمليات العسكرية تقول إن التحالف لا يبدو جادا، فعوضا عن مسألة الإسناد البري من لحج والساحل الغربي فلا أسلحة ثقيلة ولا كاسحة ألغام، ولا يزال الجيش يقاتل بأسلحته التقليدية فيما المستشفيات في المدينة تعلن أنها ستغلق أبوابها لعدم إمكانياتها استقبال الجرحى. تقول التقديرات المتشائمة أن الحرب مجرد ضغط على الميليشيا تتم بالتوازي مع أكثر من جبهة كالجوف وصعد ومأرب، فيما تذهب آراء أخرى أنها محاولة لإسكات الغضب التعزي المتنامي عن تأخر التحرير.
ثلاث سنوات لم يخفت فيها صوت المواجهات بين المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، كانت تعز محطة استنزاف للجميع، وسواء أكان هذا تحركا عسكريا محدودا أم مقدمة لعملية تحرير كبيرة، الأيام القادمة ستحمل في طياتها إجابات عن هذه الأسئلة وعن صدق النوايا. إذا أستاذ وليد تعز، على وعد التحرير منذ ثلاثة أيام تقريبا، كيف تقرأ ذلك الأمر ميدانيا، خاصة وكونك يعني مدير إدارة المراسلين إلى جانب عملك كمحرر؟ بالتأكيد أنت على اطلاع على بعض التفاصيل. نعم آسيا، بداية أريد أن أعزي باستشهاد زميلنا المصور الصحفي أسامة سلام المقطري اليوم، وأيضا ندعو للزملاء البقية الذين أيضا جرحوا اليوم بالشفاء العاجل، منهم المصور الذي أيضا عمل معنا لمدة نصف عام في تعز، شقيق أبا الزبيري، عزام الزبيري، ونتمنى له أيضا وللبقية الشفاء. بالإضافة إلى من يقرأ ما يدور في تعز منذ ثلاثة أيام، يجب علينا أن نعود إلى الماضي أو السابق. نحن أيضا قبل عام أعتقد جلسنا نفس هذه الجلسة وفي نفس الموعد في نفس التوقيت وفي المساء اليمني، وتحدثنا طويلا حلقة كاملة ساعة كاملة، تحدثنا عن التحرير، وقبل أيضا بنفس السياق قبلها كان بكم شهر أيضا تحدثنا عن انطلاق عملية في تعز لتحرير تعز وتخلصها من الميليشيات. من الواضح أن الآن السيناريوهات تتكرر ولا جديد على الأرض على الإطلاق، سوى استهلاك إعلامي واللعب على المتناقضات القائمة داخل تعز وتحويل تعز إلى ما يشبه النقطة السوداء أو الثقب الأسود لإحراق الجميع أو لاستنزاف جميع الأطراف في تعز. هذا من جهة. من جهة أخرى، من الواضح أن خلال الثلاثة الأيام الفائتة هناك عملية أطلقت في تعز، لكن لا يوجد لهذه العملية أي عنوان بارز، لا يوجد لهذه العملية أي يعني هل الأمر بحاجة إلى عناوين أستاذ وليد؟ ألا يكتفي الشخص يعني أن هناك مناطق تحرر وأن هناك فعلا حركة على الأرض؟ نعم، ما أقصده بالعنوان هو العنوان الذي تأتي تحته أو تندرج تحت هذا العنوان الترتيبات المعينة. يجب أن تصاغ خطط عسكرية، يجب أن يتحمل الأطراف أيضا عبء هذه العملية، ويجب أن يكون للعملية مخرجات على أرض الواقع منذ الساعات الأولى. نحن منذ الساعات الأولى من خلال 80 ساعة أو 90 ساعة مضت، حتى الآن لم نسمع عن استهداف قيادي واحد للميليشيات الانقلابية أو سقوط قائد واحد في الجبهات، بغض النظر عن نحن نعرف إحصائيات أو لم نعرف، تذاع أو لم تذاع، يقال أو ما يذيعه التحالف أو عبر وسائل مختلفة بأن هناك ضحايا وأن الغارات مكثفة هذا كلام الاستهلاك الإعلامي. لكن هناك مناطق حررت. نعم. على العموم هذه المناطق أيضا، هذه المناطق يجب أن يعرف المشاهد ونحن نكررها يوميا منذ ثلاث سنوات، المناطق تتحرر. إذا أنت تحرر، إذا أنت لم تؤمن لا داعي لأن تحرر. هذه يجب أن يفهم التحالف ويفهمها، لماذا شبوة تحررت وأنجزت وأمنت، لماذا عدن، لماذا المخا وباب المندب وذباب وغيرها من المناطق تحرر وتؤمن، لماذا تعز لم تحرر هذه المناطق وتؤمن؟ على سبيل المثال التشريفات، القصر الجمهوري في الجبهة الشرقية، المدارات في الجبهة الغربية، الستين، الخمسين، الزنوج، الأكثر هذه المواقع حررت وكانت في يد الجيش والمقاومة. ما الذي يحدث بعد هذا التحرير؟ لا تؤمن، لا تتلقى دعم للأفراد المتواجدون، ومن ثم يضطروا للتحرير والانسحاب، وهذا ما يحدث في تعز منذ ثلاث سنوات. اليوم على سبيل المثال كانت أسوأ يوم للمقاومة والجيش في تعز، وهذا ما يجب أن يقال ويجب أن نكاشف به أنفسنا ويجب أن يكاشف به قادة الجيش ومن يخططون لهذه العمليات ومن يدفعون بالشباب إلى محرقة. اليوم سقط ما يقارب 40 خلال اليوم والبارحة، 40 شاب، الموجود الصور، موجود الفيديوهات، موجود الجرحى أيضا، كل هذا موثق وموجود. هؤلاء الشباب يقاتلون بدون خطط عسكرية،
هؤلاء الشباب أغلب من يقودون الآن اليوم المعارك داخل تعز نحن لسنا ضدهم، بالعكس نحن نشتغل في نفس السياق، وهذا ليس لأجل الحرب ولكن لأجل أيضا المجتمع المظلوم أو المجتمع المضروب. من يقودون أغلب العملية اليوم هم مدرسون. أين القادة العسكريين؟ أين التخطيط العسكري؟ أين التخطيط الاستراتيجي؟ لماذا شاهدنا في شبوة قادة ألوية يحضرون بكامل ثقلهم؟ الكليبي، صالح الكليبي، شاهدنا كثير من الأسماء الكبيرة وتواصلنا معهم شخصيا على مدى خلال أسبوع. كانت شبوة محررة وبيحان محررة على سبيل المثال إذا أنشأنا مقارنة، لكن تعز نحن نشاهد على سبيل المثال قائد محور تعز يتحرك ويعود مثلا إلى ليس هذا وضع بالشكل الذي يجب أو أن تحرر به تعز، أن نلتقط صور ونعود، أن نتحدث فقط مجرد استهلاك إعلامي ثم يسقط من سقط وبالعشرات. بالإضافة إلى الغارات، ويعني من الواضح بأن الغارات لا تحسب معركة، هي الأهداف التي استهدفتها خلال الثلاثة الأيام الفائتة هي أيضا كانت تستهدفها طيلة الثلاث السنوات الماضية. نعم، إذا نسمح لنا وليد يعني الاطلاع على الموضوع أكثر من الميدان، ينضم معنا عبر الهاتف العقيد معاذ الياسري رئيس عمليات اللواء 170 من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور والعافية. أهلا بك. بداية يعني حدثنا عن آخر التطورات العسكرية في تحرير المحافظة المعلن عنه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت منذ يومين عملية واسعة بقيادة التحالف العربي لاستكمال تحرير محافظة تعز والحصار عن تعز. الحمد لله ملحوظ لا بأس به في جبهات القتال في مختلف الجبهات، وذلك أولا بنتيجة لضربات قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات، سواء الجبهة الشرقية أو الجبهة الغربية أو الجبهة الشمالية. طيب يعني ما هي المناطق التي تم تحريرها؟ بالنسبة للجبهة الغربية هناك منطقة جبل العبر ومنطقة القوز ومنطقة وتبة المنعم، تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني يوم أمس، وهناك أسرى للميليشيات بالعشرات وبعض الآليات. قبل العبر هو من أهم المواقع العسكرية التي تطل على مقبنة وكذلك تبة القوز. نعم، هناك يعني مخاوف سيادة العقيد. نعم، هناك مخاوف سيادة العقيد من نكسة قد تحول دون استكمال التحرير كما يحدث، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تحرير تعز، ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة في برنامج المساء اليمني، ولكن للأسف الشديد يتم الإعلان يومين ثلاثة أيام ثم لا شيء يذكر. يعني أيضا يعني تحدث معنا ضيفنا الصحفي وليد البوكس عن كثير من الاختلالات، مثلا مناطق تحرر ولا تؤمن، حدث ذلك في السابق. ما فائدة التحرير إن لم يتم التأمين سيادة العقيد؟ ما هو الوضع لديكم؟ طبعا شيء طبيعي، هناك مخاوف كبيرة نتيجة لهجمات سابقة أو معارك سابقة يحقق على إثر أبطال الجيش الوطني تقدم في تحرير بعض الجبهات ثم يحدث بعد ذلك تراجع، وهذه هي طبيعة الحرب الغير متكافئة. طبعا الجيش الوطني في تعز لم يجهز تجهيزا تاما، بينما يواجه عدو يمتلك إمكانيات كبيرة 33 سنة سابقة، فهذا يحدث دائما. إذا كيف يتم التقدم؟ نعم، كيف يتم الإعلان عن تحرير المحافظة والجيش لم يعني يتم تجهيزه بالكامل، لا بالعدة ولا بالتدريب؟ هناك أحاديث يعني أن كثير ممن منضون تحت الجيش أو في المقاومة هم مدرسون، يعني لم يتلقوا التدريب الكافي لخوض مثل هذه المعركة. يعني هناك أحاديث أيضا أنه الدفع بالشباب إلى محرقة، يعني ما حدث اليوم عدد كبير من الشهداء سقطوا سيادة العقيد. مقارنة منذ بداية المقاومة ضد ميليشيا الحوثي ومنع ميليشيا الحوثي
بالدخول إلى تعز. هناك فرق كبير بين وضعنا في السابق ووضعنا. تعز أجبرت أن أبنائها جميعهم الأستاذ والضابط وكلهم، لكن كما أسلفت أن غير التكافؤ القوة هو الذي جعل من بطء في تقدم الجيش الوطني في بعض البلاد. حدثني عن تكافؤ القوة، هذه النقطة سيادة العقيد، هل تم التجهيز والترتيب للإعلان؟ يعني أنا حين أعلن تحرير منطقة كجيش وقيادة التحالف، ألا يفترض أنني أجهز هذا الجيش كافة التجهيزات، أجهز المستشفيات لاستقبال الجرحى، أجهز يعني العديد من الأمور، يعني أسلحة ثقيلة كأسحة ألغام حتى تجتازوا الألغام التي يتم زراعتها؟ ما هو الوضع؟ يا أختي الكريمة، لا أنا نسعى من خلال الشرعية لاستعادة دولة مسلوبة من قبل الميليشيات. لا تكاد شرعيتنا تقوى على بناء الوقوف على رجلها حتى نطلق أن لماذا لم يجهز الجيش الوطني في تعز التجهيز الكامل. إمكانياتنا محدودة والجيش الوطني في تعز يبذل قصارى جهده لكي بإمكانياته المتاحة أمامه لكي يصنع تقدم ويحقق انتصارات. نعم سيادة العقيد، أود أن تفهمني، يعني أنا لا أريد أن أشكك في قدراتكم أو في يعني نيتكم الجادة، نعلم جميعا يعني ما الذي تقدمونه خلال الثلاث سنوات، ولكن أنا أستغرب أن يتم الإعلان من قبل المحافظ، من قبل القيادة الشرعية، من قبل التحالف عن بدء التحرير دون أن يمدوكم بما يجب. أن لم يعلن عن تحرير تعز بشكل رسمي. اعتقد ك ك كهرم الدوله كالشرعيه لم تعلن انها تعز محرره بالكامل، ولكن تعز تسعى لاستكمال تحريرها. اطلقت قياده التحالف العربي في عدن مؤخرا عمليه عسكريه واسعه لاستكمال تحرير تعز، وبذلوا جهودا جباره سواء في الطيران او في الاسد والسلاح، ولا احد يستطيع ان ينكر هذا. لكن ان يكون تعز مدينه محرره لم يصدر اعلان من قبل الشرعيه رسميا بان تعز اصبحت مدينه محرره. وانا لم اتحدث عن تحرير المحافظه، نعم نعلم انها لم تحرر بالكامل ولم يتم الاعلان عن ذلك. انا اسالك، حين تطلق عمليه عسكريه ما، الا يفترض ان تكون التجهيزات كامله؟ ما الذي قدمه لكم التحالف خلال، يعني انت تقول انه لا يوجد تكافؤ في القوى، اذا هذا التقدم الذي تقومون به على اي اساس؟ هل مدكم التحالف؟ ما مدى الاسناد الذي لديكم؟ التحالف دعا بشكل كبير بعض الالويه في الجيش الوطني في تعز وكذلك اسناده للطيران منذ يومين ماضيين، اكثر من 70 غاره جويه على مواقع العدو في مختلف الجبهات. نحن نواجه عدو ليس بالسهل، لكي نقول اننا العدو يمتلك قدرات هائله، شرع في زرع الغام وعبوات ناسفه مستعدات. نحن في الجيش الوطني في تعز نسعى المعركه العسكريه لا تدار هناك خسائر تحدث في اي معارك تحدث دائما، ونحن ما دمنا على الحق ونحن نسعى لاستعاده الشرعيه وتحرير اليمن باكملها. ان نقدم لهذا الشيء تضحيه، طبيعي ان يسقط في كل المعارك شهداء وجرحى، ليس ضروري ان يكون يعني هناك نحن ندفع ضريبه غرامة الاستعانة من الميليشيات الظلامية. نعم نسأل الله لكم التوفيق سيادة العقيد، أنا لا أقلل من حجم المعركة ولا من حجم العدو، ولكني يعني أتساءل تساؤل الناس في الشارع. شكرا جزيلا لك العقيد معاذ الياسري رئيس عملية اللواء 170، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، يعني ربما طرق العقيد معاذ أكثر من نقطة، يعني نقطة مهمة أكثر من مرة، وهي مسألة عدم تكافؤ القوى.
ما الذي يجعل الجيش الوطني يتحرك إذن دون يعني تكافؤ حقيقي في الحديث عن تكافؤ القوى؟ هذا شيء مفرغ منه، يعني هذا نحن نعرفه طبعا بأن ميليشيا ورثت مؤسسات دولة عسكرية بكامل عتادها، ومجموعة شباب أو شبان في المقاومة، بالإضافة إلى من انضووا في بعض الألوية مثل اللواء 35 في تعز وغيره من الكتائب. لكن أنا أريد أن أتحدث عن ما قبل هذا الإعلان. قبل هذا الإعلان آسيا، يجب أن يعرف الناس أو البعض يعرف هذا الكلام، دارت 4 إلى 5 اجتماعات في عدن بين قيادة المحور في تعز وبعض قيادة الألوية، وهذه القيادات دعيت أو إلى عدن واجتمعت ورتبت ودارت اجتماعات، بعدها أيضا اجتمعت القيادات مع الحكومة مع محافظ المحافظة. بالضبط، جميع الناس استبشروا بما فيهم نحن، وكنا أيضا نغطي هذه التفاصيل ونبحث عن تفاصيل أدق، ما الذي سينعكس بهذه مخرجات هذه الاجتماعات على محافظة تعز أساسا. عادت القيادة إلى تعز، لم يعلن حتى عن إعلان بشكل رسمي عن العمليات، حتى أن اليوم الأول قالوا بأن التحالف قصف مواقع الدفاع الجوي واللواء 17 مؤخرة اللواء بالخطأ، يعني هو لم يحدث هذا، ولكن كان هناك تضارب وعدم التنسيق. أنا شخصيا تواصلت مع بعض المصادر في قالوا بأن لا، حتى الآن لم تتم منحهم احداثيات ولم يجري التنسيق ولم، يعني بعد أن حاولنا نتأكد من الضربات الخاطئة في تعز، واتضح في الأخير بأن لا توجد أي ضربة خاطئة في، بل كانت غارات على مناطق قد قصفت في السابق وأهداف حددت مسبقا يعني، وتمت أكثر من مرة. أريد أيضا أن أتحدث عن أن المعارك القائمة أو عدم تكافؤ في القوى، هذا شيء كما قلت في السابق مفرغ منه، ولكن أنت قائد عسكري تدفع بأفرادك أو تدفع بأتباعك ومناصريك وكتائب في المقاومة إلى محرقة أو إلى جبهات مفرغ منها، هناك ألغام هذا لا نختلف فيه، هناك شبكات من الألغام حقول داخل تعز ومعروف أماكنها بالضبط، لا، وهناك أيضا قناصة منتشرون بالعشرات معروف أيضا، ناس استهدفوا صحفيين، استهدفوا أيضا ناس مدنيين، وهذا مفرغ. لكن أين التخطيط؟ أين العمل العسكري؟ أين العمل الاستراتيجي؟ من على سبيل المثال سأقول أيضا معلومة بخصوص الدعم، حتى نضبط الأمور بالشكل السليم بسياقها الطبيعي عن تكافؤ. لماذا التحالف عندما دخل في تحرير عدن ودخل في تحرير الشبوة وغيرها من المحافظات دفع بتعزيزات غيرها؟ أنا كنت تحدث إلى قائد عسكري كبير، قلت له لماذا يحدث بهذا، مش الآن، قبل فترة. نعم. أيوة. هل التحالف أكمل هذه الفقرة؟ هل التحالف قاد بذلك؟ قال التحالف عندما يريد أن يحرر. لكن المعركة مختلفة وليد، يعني الشبوة تختلف تماما عن تعز، نعلم يعني مدى التجذر لدى ميليشيا الحوثي في تعز ومدى يعني اشتباك الأمور هناك. يعني أنت تتحدث عن عدم وجود خارطة عسكرية، عادة يعني هو لا يعلن عن خرائط عسكرية، يعني هذه تتم بسرية تامة. عن عدم وجود خطط عسكرية، خطط عسكرية لا يجب أن تعلن الخطط العسكرية، ولكن يجب أن تنفذ على أرض الواقع. يجب أنا كمواطن أو ماذا عن تحرير كثير من المناطق وليد، يعني هناك يعني كثير من المناطق تم تحريرها، كثير من التقدم يعني الواضح، القيادة العسكرية أيضا نعم. كانت موجودة خلال هذا التقدم. هنا أيضا لدينا قيادة عسكرية في تعز، لدينا أيضا قادة ألوية، لدينا تعيينات عسكرية، لدينا أيضا كتائب، لدينا مقاومة، لدينا جميع. أنت تتحدثي عن لواء الطلبة ولواء الصعاليك ولواء كتائب أبو العباس واللواء 35 وجميع الألوية واللواء 22 و170 و17، هذه الألوية أين هي؟ الدعم الذي استلموا في السابق واللاحق أين يذهب؟ لكن سأتحدث على سبيل المثال عن الدعم الذي كان قبل حوالي أسبوع من الآن، 20 طقم و8 رشاشات، 5 أطقم ذهبت لكتيبة العصبة، هذا رضوان العديني كما يقال قائدها، لخطاب الياسري قائد كتيبة 5 أطقم، اللواء 35 5 أطقم، أو كتائب أبو العباس 5 أطقم. ما الذي ستحدثه من تغيير داخل نحن هذه النقطة طرحناها، يعني عن مستوى التسليح الذي يعني لم هذا أيضا من التحالف، وهذا مشرف عليه التحالف شخصيا يعني. نعم. إذا لم يكن قادة قائد المحور كان موجود يعني، وثقته كاميرا القناة يعني، هناك القادة كثير من
من القادة العسكريين يقفون صفا إلى صف مع المقاومة؟ نعم آسيا، ولكن أنا أتحدث عن ما جدول ظهور وما جدول وقوف وما جدول حديث في الإعلام وما جدول الفيديوهات والصور التي تصل أو بدون أي نتائج أو النتائج تكون عكسية. دعنا نتحدث عن هذا الأمر أستاذ وليد وأمور أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى وليد. وليد، نحن نتحدث عن 3 أيام منذ بدء عملية عسكرية، ألا تجد أنها قليلة مقارنة بما يحدث في تعز، مدججة أو محاطة بمعسكرات عديدة، لا يوجد أي التحام في الساحل الغربي معها أو من ناحية كرش لحج؟ يعني الأمر ليس بهذه السهولة. إذا كانت شبوة أخذت أسبوع تقريبا إلى أن تم تحريرها، ألا نعطي مساحة من الزمن لتحرير تعز للعديد من الإشكاليات التي تدور حولها؟ إذا منحناهم فرصة أكبر، أيضا الناس تعبت، أيضا هناك فرصة أخرى أو هناك وضع آخر خلف العدسات أو خلف هذا الحديث كامل، هو وضع الناس، وضع المدنيين، وضع الناس، الحياة المعيشية، الجانب التعليم، جانب الصحة، جانب الاقتصاد. يعني كلما استمر الوضع كلما أيضا تعقدت المسائل وتعقد الأمر أكثر. لكن أنا عندما تحدثنا أو مقارنة بالفترة الزمنية ما بين شبوة، وهي كانت في شبوة فقط بيحان وعسيلان وبعض المناطق، لكن في تعز أنا يجب أن نتحدث ويجب أن يكاشفوا الناس القادة أو القيادات التي تشرف على هذه الألوية وتشرف على الكتائب أو المقاومة، جماعة المقاومة. من المسؤول عن 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 كل ما يحصل في تعز بلا نتائج، بلا اي شيء يمتسك في اليد. قالوا للذئب لماذا تركض وبهذه السرعه وتنطلق؟ قال قبل الكلب، قال لاننا انا اركض لنفسي والكلب يركض لصاحبه. مع احترامي انا لهذا المثل او قد لا يكون، لكن انا اقول بان الشباب يقاتلوا من اجل تعز، لكن هناك من يقاتل من اجل ان تستمر الحرب، ومن اجل ان يستمر الدعم، ومن اجل ان يستمر التواصل والحياه. نحن سنتحدث بعد هذه العمليه. طيب، يعني اذا استاذ وليد، يعني لو انت بالتاكيد تابعت اشتراطات المحافظ لاجل قبل ان يؤدي القسم امام هذه، ربما يعني وضع كثيرا من النقاط، كان شرطه الاول تحرير تعز، والناس ربما عولوا على هذا الامر ان العمليه تحركت لاجل تنفيذ الشرط الأول. أيضا كان هناك من ضمن شروطه ألا يتدخل أي طرف في القيادة، قيادة المحافظة، لا من التحالف ولا من الأحزاب السياسية ولا من الجهات العسكرية. هل تتوقع أنه إذا ما تم تطبيق هذه الشروط أن تعز ربما فعلا ستتنفس؟ سأقول شيء في هذا الجانب آسيا. أنا كنت مطلع على بعض التفاصيل والمعلومات بأن المحافظ لم يقبل أن يتبوأ هذا المنصب قبل تفاوض أيام ما كان استقال المحافظ السابق. نعم. لم يقبل إلا بعد أن اشترط الشروط، ثم جرى التفاوض، ثم قبل، ثم حضر لتأدية القسم، وبعد تأدية القسم دار اجتماع مع الحكومة والتحالف في الرياض، وعلى ضوئه تم ترتيبة النتائج، وحتى استدعت بعض قيادات الألوية في تعز إلى الرياض وليس إلى عدن فقط. بعدها أيضا بدأ الحديث عن دعم وبدأ، لكن يجب أن يقول الجميع من الذي يعيق هذا التحرك؟ السلطة المحلية، القيادة الأمنية، القيادة المقاومة، الميليشيات، يجب أن يتم المكاشفة. التحالف يجب أن تتم المكاشفة وفق هذه. يعني ألا تعتقد أنه بوجود الشرط الثاني، يعني وهو عدم تدخل التحالف، الأحزاب السياسية،
الجهات العسكرية والمعسكرات في إدارة تعز أنه وضع يعني الجميع بأنهم هم من يعيقوا المسألة في تعز؟ الجميع يتحدث عن هذا الجانب، الجميع يقول بأن هناك تدخلات، لكن الجميع لم يسمي، الجميع لا يقول من الذي يتدخل في صلاحية من. المحافظ اليوم وصل عدن وظل في عدن. أنا شخصيا آسيا أيضا دعيني أن أقول لك معلومة، أنا كنت تواصلت مع المحافظ بعد تعيينه بكم يعني بثلاثة أيام، وقال لي ليس وقت الآن الحديث عن أي الوقت مبكر. تواصلت مع المحافظ البارحة بخصوص العملية، أعتذر عن الحديث. يعني المحافظ هو يسير على ما يبدو خلال الثلاثة الأيام، أنا مع احترامي يسير وفق أو في خطى المحافظ السابق، المحافظ الجانب ربما المالي، الجانب ربما العسكري، الدعم العسكري، الترتيبات على سبيل المثال. تم التنسيق على انضواء بعض الكتائب أو بعض كتائب المقاومة أو الألوية خارج الجيش الوطني في باجتماع بين قوسين مع التحالف والحكومة في عدن أن تنخرط ضمن الجيش الوطني، وعندما تم ترقيمها وعندما جرى الحديث عن الدمج تراجعت هذه المكونات أن تنخرط ضمن كتائب أو المؤسسة العسكرية أو الجيش الوطني. وبالتالي هذه واحدة أيضا من المعوقات الرئيسية. هناك في تعز خلط كبير جدا ما بين العمل بشكل منفرد وما بين العمل بشكل مؤسسي ضمن المؤسسة العسكرية والألوية المجهزة، الألوية المدربة. هناك خلط كبير في هذا الجانب، ولم يتحدث أحد. ولو لاحظنا أيضا في الفترة السابقة كانت تحدث أيضا مواجهات في المدينة نفسها بين هذا الفصيل والآخر. إذن يعني كثير من المشكلات يعني تحدث أستاذ وليد ربما أيضا. بالإضافة ولو قطعت بالإضافة إلى الوضع القائم في تعز، الجبهات مترامية ومتباعدة، شبكة الألغام، القناصة، الوضع معقد قليلا. نعم، أيضا الوضع الصحي السيء. نعم، ينضم معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ أحمد الدوميني المدير الفني لمستشفى الثورة من تعز. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. يعني في حال ما أنتم تستقبلوا عشرات الجرحى يوميا، كتبت في صفحتك على الفيسبوك عن كثير من المشكلات، هل ذكرت لنا بعضا منها؟ نعم، بالنسبة للجرحى خلال الأيام الأخيرة وبالتزامن مع المعركة التي أعلنت بفك الحصار عن تعز، نتفاجأ يوميا بعشرات الجرحى يصلون من مختلف الجبهات، والذين لا تستوعبهم المستشفيات الخاصة والتي هي متعاقدة مع مركز الملك سلمان. نحن نعمل لأكثر من سنتان ونصف بإمكانيات متواضعة بدعم من منظمة أطباء بلا حدود، ولكن المنظمة لا تغطي كل الاحتياج. لدينا في مستشفى الثورة طاقة استيعابية هائلة لتحمل كل الضغوط، لتحمل أي كارثة، استقبال المدنيين والعسكريين والحوادث ومختلف الحالات، ولكن حتى الآن لم يعطى مستشفى الثورة ما يستحقه من الاهتمام. نعم، لماذا دكتور أحمد يعني تذهب اتفاقات مركز الملك سلمان مع جهات خاصة أو مستشفيات خاصة ولا تأتي إليكم وأنتم مستشفى حكومي قادر على استقبال العديد من المرضى أو الجرحى بمعنى صح؟ الحقيقة أنا لا أدري ماذا يدور في تهاليل أو ماذا هناك في الغرف المغلقة أو ما هناك خلف الكواليس، أنا لا أدري. نحن دائما نرفع التقارير عن الخدمة التي نقدمها في المستشفى، عن إمكانياتنا، عن أيضا حاجة الناس في تعز لمستشفى كبير يستوعب هذه الحالات. الحقيقة أننا نرى هناك وعود ولكن على الواقع ليس هناك أي شيء يتحقق. أنا أود هنا أن أوجه الشكر للأخ المحافظ والذي منذ اليوم الأول تسلمه المنصب بمحافظة تعز وهو يتواصل معنا بشكل يومي لمعرفة الاحتياجات التي تنقصنا هنا في المستشفى، ومن حيث الميزانية، من حيث الكادر، من حيث المستلزمات الطبية، وهو مهتم جدا أن يقوم بتفعيل وتشغيل. نعم، ماذا بعد التواصل أستاذ دكتور أحمد؟ يعني هل تم يعني إيعازكم بما تحتاجونه من مواد طبية؟ أولا كنت أود أن أشير أنه كان ينبغي من أسابيع
أن يكون هناك رفع بالمتطلبات، أن يطلب مننا أن نرفع بالمتطلبات والإمكانيات والعجز الذي نواجهه وما قد يحدث. نحن لم نتوقع أن يكون عدد الجرحى والمصابين بهذا الشكل، يكون الضغط على المستشفى الوحيد. هناك مستشفيات تستقبل بضعة أعداد من الجرحى ويغلقون الباب أمام الجرحى. نحن نتحمل كل الجرحى باعتبارنا مستشفى حكومي، لا نستطيع رفض أي جريح يأتي إلينا. نحن يعني هناك تخصصات لا تدعمها منظمات الطب بلا حدود، نضطر للاستعانة بجراحين يأتون مجانا، يأتون دون حوافز، لا نستطيع حتى توفير تغذية للكادر اللي يبقوا داخل المستشفى. هناك نقص بالمستلزمات لكثافة الحالات، ولكن مع هذا نحن نستطيع تقديم خدمة طبية متكاملة إن تم التعامل بجدية مع الوضع الصحي. ولكن أن يتم المتاجرة بالوضع الصحي داخل ثالث هذه الكارثة. نعم، إذن يعني ما مدى التنسيق بينكم وبين المركز سلمان يعني وبين أي جهات أخرى لدعمكم غير منظمات بلا حدود التي أشرت إليها؟ مركز الملك سلمان مشكورون، قاموا بدعم مركز العظام بمستلزمات هائلة. هم يدعمون بالمستلزمات ولكن حتى الآن لا يدعمون بأي حوافز. هم يدعمون مثلا مركز العظام بكل المستلزمات التي تمكننا من القيام بالعمليات، ولكن لدينا مثلا قسم المختبر وبنك الدم لا يدعم، لدينا بعض الأدوية غير متوفرة مثل العناية المركزة، لدينا مستلزمات التخدير غير متوفرة، لدينا جراحين بمختلف الأقسام لا تدعمهم أي جهة. كان هناك دعم بميزانية تشغيلية لمدة شهر واحد لمركز العظام والمركز الجراحي، ولكن خلال شهر أكتوبر فقط، يعني لشهر واحد فقط، ولكن الكادر استمر بالعمل حتى نوفمبر مجانا، ولكن لم يتم حتى الآن رفض الهيئة بموازنة. نحن نتمنى، نحن لسنا بحاجة لمركز الملك سلمان ودعم بلا حدود إن كان هناك ميزانية. لابد من أن نعالج المشكلة الأساسية. دعم المراكز ودعم المنظمات لن يحل كل المشكلة جذريا، لابد من دعم المستشفى بميزانية التشغيلية السنوية والتي كانت تلافي كل هذه المشاكل. نعم، إذن دكتور أحمد يعني أنت كتبت يعني استغرابا كيف تبدأ عملية عسكرية دون أن تجهز المستشفيات بالقدر الكافي، ما هي أبرز احتياجاتكم وهل تصلونها إلى المحافظ الذي يتواصل بكم يوميا وما ردوده لكم؟ نعم، أنا استغربت أن يكون يعني عملية عسكرية بهذا القدر من الأهمية دون الاهتمام بالجانب الصحي بالشكل المطلوب. لا أدري ما هي الحسابات التي يعني بفكرهم، ولكن كان ينبغي إشعار المستشفى بأسابيع بماذا ينقصهم من الكادر وماذا ينقصهم من المستلزمات وأيضا المشتقات النفطية للمستشفى، أيضا السيارات الإسعاف يتم تجهيزها، ولكن كان هناك ركون على المستشفيات المتعاقدة مع مركز الملك سلمان، كان هناك ركون عليها بأنها ستحل كل المشكلة، ولكن تفاجأوا أن أغلب الحالات يعني التي تصل إلى هذه المستشفيات يتم تحويلها إلى هيئات مستشفى الثورة. يعني أنا لا أستطيع أن أعطيك حتى العدد الحقيقي لأن هذه معلومات تعتبر عسكرية، ولكن العدد يعني يفوق التصور للجرحى الذين يصلون للمستشفى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدميني المدير الفني لمستشفى الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، يعني برأيك ما هي المسؤولية المترتبة على محافظ المحافظة والذي ربما هو أعلن عن هذه العملية وهو على تواصل شبه يومي مع إدارة مستشفى الثورة ويعي يعني مقدار احتياجهم للعديد من المستلزمات الطبية والدعم الفني والمالي؟ حقيقة الجانب الطبي جانب مؤرق كثير جدا يعني بالوضع القائم، وشيء مؤلم ومؤسف أن تدمر أو تضرب منظومة طبية كاملة أو متكاملة في تعز أو في أكثر من محافظة، ثم نتحدث عن الفتات أو الأشياء البسيطة التي لا تكاد تذكر من مركز الملك سلمان. أو أنا مع احترامي هذا شيء يعني استخفاف بالعقل واستخفاف بالناس.
دمرت منظومة كاملة وثم تعوض ببعض بفتات أو ببعض الجزئيات الشرنقات والدباب الأكسجين في ظل أي في ظل وضع محافظة كتعز كثافة سكانية حرب حصار للمدنيين بالضبط بشكل عام. ثم نتحدث عن أيضا بعض المستشفيات التي تدعم، وهذه المستشفيات أيضا ليست مع أيضا احترامنا ليست أعتقد لن تكون حكومية وإنما مستشفيات خاصة، وهذا أيضا يطرح تساؤل آخر، من الذي أجاز لهذه المستشفيات أو أن يعني هناك شغل لماذا يقدم لها دعم ولا يقدم هناك شغل تحت الطاولة، هناك شغل خارج السياق للسلطة للدولة للمحافظ آسيا. إذا لم يعد أي مسؤول أو أي محافظ إذا لم يعد لمزاولة عمله من داخل المحافظة من داخل المؤسسة السلطة المحلية لا داعي أيضا لأن نظل نكرر هذا ما هو كان المحافظ السابق أكثر نشاطا وديناميكية وحركة وتواصل، وحتى أنه اعتصم أمام البنك المركزي في عدن أثناء توقف الرواتب أو عدم صرفها. يعني الآن نحن أمام معركة كبيرة إن صح التعبير، تعز إما أن تحرر أو لا تحرر اليوم. أنا دعيني أقول سنتحدث بعد هذه العملية عن من استلموا المبالغ الكبيرة وهم معروفين بالأسماء لدينا، سنتحدث بشكل واضح ودقيق. هناك أموال صرفت بشكل كبير لهذه العملية، وهنا أيضا يتم استغلال الناس ودفعهم واللعب على مشاعرهم باسم التحرير الذي لا يحدث حتى الآن أو لم نلمس أي شيء. هناك ضرب للمنظومة الصحية، هناك ضرب لمنظومة التعليم، هناك ضرب للنسيج الاجتماعي بشكل عام، والتغطيات الإعلامية والبهرجات التي تتم والاستنزاف الذي يتم بشكل يعني مع الأسف أشبه بمكياج يعني من التحالف من عملاء التحالف أنفسهم مع احترامي أنا الذي يروج لهذا الكلام. وهي لم تتحرك طائرة أباتشي واحدة في سماء تعز حتى الآن، لم نشاهد قيادي ميليشياوي قتل أو لقى مصرعه في تعز أو في إحدى الجبهات. نحن لا نشاهد خلال الثلاثة الأيام سوى شباب يذهبون ولا يعودون، لا نشاهد سوى قنص يتم لمدنيين أمس. نعم، ولكننا شاهدنا أيضا كثير من جثث الميليشيا، كثير من الأسرى، هناك أسرى هناك، لكن نعم. في المقابل آسيا نحن نتحدث عن 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 عملية متكاملة يجب أن تتم، العملية يجب أن تتم وفق خطط كما قلت في السابق، خطط عسكرية يجب أن تؤتي ثمارها، وإلا ستظل العملية داخلية كما كسابقتها. يعني تعز بحجم كبر تعز أو بحجم الوضع الذي في تعز يجب أن تكون العملية بهذا الوضع. يعني حدثني يعني خلاصة الموضوع، ما الذي يجب أن يحدث الآن سواء من التحالف من قيادة المحافظة من الحكومة الشرعية؟ يجب أن يكون الأمر جاد، نحن حتى الآن لم نلمس شيء. كيف تقيس جديته؟ الجدية آسيا أولا بتأمين المواقع التي تحرر، الدعم الذي يجب أن يتم. على سبيل المثال عندما يحررون منطقة كانوا يدفعون بمئة سيارة من الذخيرة، مئة سيارة من الأدوية، مئة سيارة من الصواريخ، يعني الآليات التي حررت بها لاحق وعدن وشبوة وباب المندب بهذه وفق هذه الآليات. أين يذهب جرحى المقاومة الجنوبية والجيش الوطني في الساحل الغربي وشبوة؟ أين يذهبون وتلقون العلاج في هذه في المستشفيات الميدانية؟ كل عملية يتم مرافقتها أو تأسيس لها وتدشين مستشفى ميداني خاص، عملية متكاملة ومنظومة شاملة للتحرير في تعز، جزر مفككة في الجبهة الغربية، في الجبهة الشرقية، الحديث عن الجبهة الشمالية، تقدم وانسحاب، سقوط جرحى. يجب أن يكون الأمر جاد، يجب أن تتحمل قيادة التحالف وقيادة محور تعز المسؤولية الكاملة عن الوضع في تعز. لا يجب الاستخفاف بمشاعر الناس، لا يجب اللعب على متناقضات يعني ثلاث سنوات والناس تتحدث بنفس الأسطوانة المشروخة. لماذا على سبيل المثال لماذا لم يذهبوا لتحرير أطراف المحافظة حتى يتم ترتيب المدينة بشكل صح أو مسرح العمليات بشكل صح، الصل الأطراف الجنوبية للمحافظة بشكل عام، الحجرية هذه مؤمنة نوعا ما، لا أقول الصل وإنما الحجرية النشمة المعافر مناطق مؤمنة، المقبنة أيضا هناك أيضا قطع الميليشيا تقطع إمدادات وتعبث في مقبنة بالتواصل مع جبهة حيس وهي جبهة كم سمعنا عن قطع الإمداد عن خطوط الميليشيا في الجبهة الغربية في حيس لم يحدث هذا كله.
ومع الأسف نحن لا نسوغ ولا نشيد بدور الميليشيا ولا نقلل من جهود الـ 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 قيادة المحور أو المقاومة، بالعكس، ولكن أن يكونوا أكثر جدية، أكثر جدية بالإضافة بالإضافة إلى المكاشفة، بالإضافة يخبروا الناس ما الذي يدور، من يتحمل المسؤولية الآن، قيادة السلطة، قيادة المحور، يجب أن يقولوا الناس يا مسؤولين نحن على ما يحدث أو لسنا مسؤولين على ما يحدث. إذن شكرا جزيلا لك وليد البوكس، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.